الحمد لله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضاه. إخوتي في الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية التي كنا ننظر فيه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. To Allah belongs the most beautiful of names, call him by it. Al-Husn, الذي في كتاب الله والذي في أسماء الله سبحانه وتعالى هو أنها كلها تدل على مدح وكمال. The Husn and the goodness in the names of Allah, which makes it the best of names, that all of them indicate completeness and praise. ليس في أسمائه نقص بوجه من الوجوه ولا عيب ولا قصور. He has no deficiencies in the meaning of his names or anything blameworthy in that nature. وهذا الحسن الذي نريد أن ننظر إليه اليوم في أحوال الأسماء المختلفة. نعم، الأسماء في كتاب الله مذكورة في أحوال مختلفة، وإليك البيان. Allah subhanahu wa ta'ala mentions the names in his books in different situations. فهذا الحسن هو في حال اعتبار انفراده، وكذلك في حال إذا اجتمع اسم إلى اسم آخر، وكذلك في حال التركيب. على سبيل المثال، الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يذكر بعض أسمائه منفردة. In some places in the book of Allah, he mentions his names alone, by themselves. Allah subhanahu wa ta'ala says, وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. هذا اسمه، على كل شيء قدير. أن له القدرة المطلق. نعم، لا يعجزه شيء. Allah is capable of everything. He has complete capability. Nothing makes him incapability or can stop him or can prevent him. هذا الاسم بوحدها يدل على كمال وحدها. This name by alone, it indicates completeness by itself. وهكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى: إنه بكل شيء بصير. He is able to see everything. نعم، لا يفوته شيء. نعم، nothing passes him by. والله سبحانه وتعالى يقول: عالم الغيب. Allah is the seer of the unseen. والله بكل شيء عليم. له علم لا يفوته شيء. He has knowledge, nothing passes him by. وهذا على الكمال. نعم، this on a complete level. ولكن إخوتي في الله، هذا كذلك في حال اجتماع اسم مع اسم آخر. فإذا اجتمع اسم إلى اسم آخر يكون كمال فوق كمال. فلا بد أن تعتبر هذا عند أن تقرأ كتاب الله. You have to consider this when you read the book of Allah. فالله سبحانه وتعالى يقول على سبيل المثال: والله هو الغني الحميد. الغنى صفة كمال. نعم، والله يستغني عن عبادي. He does not need his servants. ليس له حاجة إلى شيء. هذا صفة كمال. Allah is not in need of anything whatsoever. ومع هذا هو حميد. نعم، يستحق كل مدح وكل حمد. He is deserving of all praise and all good statements. نعم، بخلاف إنسان. كثير من الإنسان إذا حصله غنى طغى وتكبر، فيقول الله سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. نعم، لما يحصل ابن آدم غنى يسوء تصرفاته. نعم، as for mankind, when he finds himself not in need, نعم، his character changes. As for Allah subhanahu wa ta'ala, هو غني ومع غناه حميد. With his ghina, with the fact that he's not in need, he's always praiseworthy. والله سبحانه وتعالى يقول: إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفواً قدير. If you pardon, verily Allah pardons and is capable. And Allah قادر أن يعذبنا
ومع هذا يعفو عنه، هذا كمال فوق كمال. نعم قادر، نعم أن يعذبنا، نعم ويفعل بنا ما يريد، ومع هذا يعفو. نعم فعفوه عن قدرة وليس عن ضعف. نعم الله سبحانه وتعالى he pardons us and he gives and forgives us, but he has the capability to punish us. نعم and his pardoning is just from his mercy. It doesn't have anything to do with his incapability. والله سبحانه وتعالى يقول سبح اسم ربك الأعلى، هو ربك ومع هذا هو الأعلى. عندي سؤال، ما دام الوقت قريب معنا، ما معنى ربك؟ ما معنى الله ربك؟ ماذا يشمل هذا؟ من يجيب؟ أنت يا أخانا ماذا تفهم من هذه الكلمة؟ ماذا تسمين الله ربك؟ ما معنى الرب؟ ماذا يفعل الرب؟ نعم خالق وماذا زيد والرازق أحسنتم وماذا؟ ومدبر، يدبر الكون، هو يأتي بالشمس والقمر والفصول، نعم يغير الشتاء إلى الربيع وإلى غير ذلك. نعم he's the creator, he's the provider. ومع هذا هو الأعلى، نعم يستحق كل العبادة ويستحق كل مدح، أعلى ذاتي بذاتي، أعلى بقهري. نعم والله سبحانه وتعالى يقول كما نعلم والله غفور رحيم. المغفرة حاصل عن خطأ، المغفرة حاصل عن ماذا؟ عن ذنب عن كبير بعدها، ومع هذا يعفو عنك ويغفرك ويرحمك. أحدنا ممكن ما نقدر، نعم أن نعفو عن واحد ثم يرحمه ويتلطف به بعد أن نعفو عنه. نعم هذا يدل على كمال فوق الكمال إذا استمع اسم مع اسم. Allah subhanahu wa ta'ala is forgiving and merciful. Na'am. Not forgiving, and then just because he forgives, he might be rough, he might be harsh, he might prevent. So Allah subhanahu wa ta'ala forgives and then shows mercy. One of us, if he forgives, we find it difficult to do more and be merciful. Allah subhanahu wa ta'ala, that's not the case. Allah subhanahu wa ta'ala, lahu asma yusama murakkaba. نعم وهذا يزيد الكمال فوق الكمال. الله هو مالك، نعم ولكن هو مالك يوم الدين. تصور اسم مالك ثم تصور انه مالك ذاك اليوم العظيم، هو الذي يملك كل شيء. نعم وهو جامع الناس ليوم لا ريب فيه، وهو خير الرازقين، هو خير الغافلين، هو خير الراحمين. نعم هو احسن الخالقين، هو ارحم الراحمين، هو مقلب القلوب. نعم هذا يدل على كمال فوق كمال، وهذه من الأسباب أن الله سبحانه وتعالى أسماءه كلها حسنى. نصر الله سبحانه وتعالى إننا جميعا على طاعة إخوتي في الله. لا يعجز أحدا أن ينكر منكرا في مسجدنا أو في غيرها، ولكن سيما في مسجدنا لا يعجز عنها عن أحد أن ينكر منكرا، نعم ويعمل بالمعروف. Nobody find himself incapable to enjoy what is right and forbid what is wrong. نعم هذا بيت الله وهو مسجدكم وأنتم ضيوف فيه. It's the house of Allah and you are the guests in it. نسأل الله سبحانه وتعالى يعيننا جميعا على طاعته، إنه ولي ذلك القادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.